بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنشكروا اهل الاصيله على هاد حسن الضيافه وعلى حسن الكرم ديالهم وعلى الجديه في العمل ديالهم. كنشكروا الاخوان اللي جاونا من جميع مدن المملكه، خصوصا من مدن بني ملال، خريبكه، مكناس، اصيله، سلا، طنجه. كان تدريب وطني كيف ما هو مقرر عندنا في برنامج الوطني اللي استراته اللجنه الوطنيه التاكيدا بودو المنضويه تحت لواء الجامعه الملكيه المغربيه للكاراتي واساليب المشتركه. كان خاص بالأحزمة السوداء درجة ثالثة ورابعة وخامسة. الحمد لله استطعنا أننا في هذا الظرف هذ اليومين هذي نخدموا على لي تكنيك اللي هما لي تكنيك سوبيريور، على أيكي دو تاكيدا وجو دو تاكيدا. استطعنا نحققوا الهدف اللي جينا له اليوم. لاحظتوا أن هذا العنصر النسوي كان حاضر معنا بالأخت يسرى المنديلي. الحمد لله كان داك الشيء رائع. باقي خصنا العمل الجدي اللي كنطلبوا بحال دائما، خصنا العمل اكثر واكثر. وكنستعدوا ان شاء الله لواحد لقاء دولي، نطلبوا الله يعز علينا الوباء. كاين واحد اللقاء دولي في طوكيو في 2023، واللي غيكونوا من بين المشاركين في ذلك اللقاء الحبي تما غيكونوا مغاربه. فكنشكركم على حسن الضيافه وعلى العمل الجدي وشكرا جزيلا.